فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتاد الناس الوقوف للضيف عند استقباله، فما حكم الوقوف مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكان يكرهه، وهل هو من التعظيم؟ يا أخي ما هو كذا، الوقوف للسلام واستقبال الضيف لا بأس به. قوموا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فاستقبال الضيف والسلام عليه لا بأس. الذي نهى عنه الرسول أن تقوموا عليه وهو جالس، يكون الإنسان جالس ويقوم عليه ناس، هذا لا يجوز، هذا فعل فارس والروم، إلا إذا كان يحتاج إلى حراسة. انتبهوا، إذا كان السلطان يحتاج إلى حراسة فلا بأس، أما القيام عليه تعظيما له فهذا لا يجوز وهو جالس. نعم.